أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا سبيل الرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يجعلنا من الهادين المهديين المهتدين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وحنا كنتجولوا في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم والسيره ديال النبي صلى الله عليه وسلم، غنوقفوا عند واحد الحديث كنا تكلمنا عليه، وهو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل الى اليمن، ساله بما تقضي ان عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال له فان لم تجد؟ قال فبسنه رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رايي ولا اله. وكنا قلنا بأن من هنا بدا التأصيل لأصول الشريعة الإسلامية، أصول الشريعة الإسلامية، الكتاب والسنة والاجتهاد. من عهد النبي الكتاب القرآن الكريم، السنة ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ثم الاجتهاد، هذا في حالة عدم وجود النص أو وجود النص ولكنه يحتمل عدد من التوجيهات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي كان يتحاور مع سيدنا معاذ بن جبل كان كيبين ليه كيوضعه في الإطار، بما تقضي ان عرض لك قضاء، باش غتحكم الا تعرضت عليك شي قضيه؟ قال له بكتاب الله، نبحث على الحكم في القران. قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تجد؟ انا قلت لكم ديك المره فان لم تجد سطروا عليها، والمعنى ديالها واضح، انك قد لا تجد في القران الكريم حكما لتلك القضيه نصا صريحا قطعية دلالة. القرآن كله قطعية ثبوت. طيب، جاوب سيدنا معاذ بن جبل قال فبسنة رسول الله، أي ما يحفظه وما رآه وما عايشه سيدنا معاذ بن جبل، هذا من كبار فقهاء الصحابة ومن كبار علمائهم. قال له داكشي اللي خديت من عندك وداكشي اللي تعلمت، تنعرفوا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل تقريبا في السنوات الاخيره، في السنه الاخيره، كيوصيه وقال له لعلي لا القاك بعد هذا، فبكى سيدنا معاذ بن جبل. قال له غنبحث في السنه. قال له لما لقيتيش فان لم تجد؟ ومعنى هذا انه داكشي اللي عنده ديال السنه ما يعني في الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديال اقوال النبي وافعاله وتقريراته، هذاك الشيء اللي عنده ما لقاش فيه الحل، فان لم تجد تينسطروا عليها. فقال سيدنا معاذ بن جبل هو الفقيه فقهاء الصحابه العالم، قال اجتهد رايي ولا اله، اجتهد رايي ولا اله ولا اقصر، أي نحاول نبحث عن الحل من عندي ولا أهله. وطبعا هذا سيدنا معاذ بن جبل ماشي واحد عادي، فمن كيبغي يجتهد كيشوف في النص القرآني وكيشوف في النص الحديثي وكيشوف في المعاني والمقاصد ديال النص، وهذا هو اللي مهم عندنا حنا، أن ذاك الاجتهاد ما تيكونش بالرأي أي الهوى. لأن عندنا في الفقه الإسلامي جوج ديال المدارس كبرى، من دراسة الحديث ومن دراسة الرأي، وكاين
مدرسة ثالثة جمعت بين الرأي والحديث، أو بين الحديث والرأي، واللي هي المدرسة ديال الإمام مالك ومع الإمام الشافعي، المدرسة ديال الرأي أبو حنيفة النعمان، والمدرسة ديال الحديث أحمد بن حنبل، والمدرسة اللي جمعت بين الحديث وبين الرأي هي المدرسة ديال الإمام مالك. أي الرأي بمعنى الاجتهاد، ماشي الرأي بمعنى الهوى، خصنا نفرقوا. الرأي بمعنى استعمال العقل للبحث عن 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 الحلول في إطار النصي أو في إطار مقاصد الشرع وروح الشريعة. وهاد المقاصد ديال الشريعة هي اللي تكلموا فيها العلماء، وقالوا بأن هاد الشريعة أي الأحكام الشرعية لها مقاصد وغايات. باش نفهم ربي حرم الخمر، علاش؟ شنو المقصد؟ ربي حرم القتل، علاش؟ شنو المقصود؟ ربي حرم السرقة، شنو المقصود؟ ربي حرم الزنا، شنو المقصود؟ إذا حاجة حرم على الله تبارك وتعالى، شنو القصد؟ من هنا جاء الكلام على مقاصد الشريعة والروح ديال الشريعة. العلماء تكلموا على هذه المقاصد وقالوا بلي هي ثلاثة الحوايج، ثلاثة الأمور. الشريعة الإسلامية أي القانون الإسلامي، لما كنقولوا الشريعة أي القانون الإسلامي، هو قانون رباني لا يتغير ولا يتبدل. وهذه الشريعة موجودة أي الكليات ديالها في كتاب الله وفي سنة رسوله، ما كتغيرش ما كتبدلش. ولهذا يعني المؤمن لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، والعالم الرباني لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، وولي أمور المسلمين لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام. لماذا؟ لأنه حارس للشريعة، هكذا باختصار. ولأن العلماء حراس للشريعة، ولأن المؤمن عموما يخضع لأحكام الشريعة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما كاينش اختيار، صافي، الله أمر حكم قضى عليك الخيار باعتبارك مؤمنا أي مسلما أمرك لله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا الأحكام الكلية ديال الشريعة هي ربانية المصدر، لا تتغير ولا تتبدأ. الفقه هذاك اجتهاد إنساني. طيب، هذه الشريعة استطاع علماؤنا أن يعني يحددوا لها مقاصد نتيجة التعامل مع النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع. وهذا الشيء بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسول الصحابة عدد من الأمور، فكان كل واحد كيقول الرأي ديالو. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي، سيدنا عثمان، كان كيستشرهم. وهنا كيبدأ وينزل القرآن مؤيدا لهذا الأمر أو مخالفا له. حل قضية ديال الأسرى ديال بدر، استشار النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له أعطي كل واحد من هادو اللي تشدوا من 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 المشركين، أعطيه لواحد من المؤمنين تيجي من العائلة ديالو يصفيه، لأن هادو أئمة الكفر. سيدنا أبو بكر الصديق قال له لا، قال له هذا الأمر هادو ناس، هادو الرحم ديالنا، وشنو الحل؟ الفدية، هادو أسرى ديال الحرب. نزل القرآن يؤيد سيدنا عمر
الخطاب رضي الله عنه. فإذا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا هو بين. ومعنى هذا الكلام أن الاجتهاد يعني الطبيعة ديال الإنسان والطبيعة ديال الظروف هذه كتفرض أن الاجتهاد مفتوح بس دون تحدولية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا معاذ بن جبل اجتهدوا رأيي ولا آله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على صدري سيدنا معاذ، ضرب على الصدر دياله وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، ضرب على الصدر دياله. هذا في ذاك الاجتهاد كتجي بعض الامور اللي كي يستحدثوا ان العلماء يسنونها مراعاة لواقع الناس لأحوالهم صحيحا لسلوكاتهم. ومن هنا هذيك القضية اللي تكلمت عليها ديال أن العلماء ديالنا في بلادنا سنوا هذاك الذكر. لماذا؟ لأن الناس عوجت سلوكاتهم غاديين وكيدويو مع الكنازة بحال هكا. ودابا هادو اللي كيقول لك أنت غادي كتذكر الله تيقول لك لا اسكت راه بدعة، أنت اللي غتسكت ماشي أنا، أنت اللي تسكت اجمع فمك كتقول كلام خارج السياق. وأننا خصنا نذكر الله لأن الموت مذكر، إذا لم يذكرك الموت إذا لم يذكرك القبر. فإذن العلماء ديالنا يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة، وبدأت المدارس الفقهية من عهد الصحابة كتبان. سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا علي بن أبي طالب. وبدأ كيبان أن لهذه الشريعة مقاصد وغايات، مقاصد كبرى وغايات عظيمة جدا. في المغرب عندنا كانوا علماء مبرزين في هذا الميدان، ومن أهمهم الإمام الشاطبي اللي عنده الكتاب ديال مقاصد الشريعة. هو أول من تكلم، وقد يكون بعض العلماء تكلموا في هذا الموضوع بحال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، الرساله كتابه الرساله ديال اصول الفقه. ولكن دي مهم احنا غير باش نبينوا الناس باش ما ندخلوش الجانب العلمي الاكاديمي، ولكن نقولوا ان الشريعه مقاصد حدها العلماء ثلاثه ديال الامور: كفاله الضروريات، وحفظ الحاجيات، وتوفير التحسينات. اي الاحكام ديال الشريعه كلها، كليات الدين، الحلال والحرام، الاوامر والنواهي، لها مقاصد. بمعنى ان سيدي ربي ما نزلش عندنا هذه الشريعه غير هكذاك، لا، لها مقاصد استنبطها العلماء تعامل ديالهم مع هذه الاحكام. اذا كفاله الضروريات، وحفظ الحاجيات، وتوفير التحسينات. كفاله الضروريات قالوا هذه الضروريات هي الضروريات الخمس: الحفاظ على الروح، الحفاظ على الدين، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل، والحفاظ على المال. عودهم: الحفاظ على الدين، الحفاظ على الروح أي الحياة، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل، والحفاظ على المال. هذه المقاصد الكبرى اللي تكلموا عليها العلماء. كفالة الضروريات هذه المقصد الأول. حفظ الحاجيات، حفظ الحاجيات أي ما تقوم به حياة الإنسان. لهذا هذيك الأحكام الشرعية بعض الأحيان كتكون في واحد المستوى وكتنزل، علاش؟ حفاظا على حاجة الإنسان. مثلا ما قالش تصلي واقف كتصلي قاعد، ما قالش توضى كتيمم، ما قالش تصوم كتفطر حتى كتبرى. هذه حفظ الحاجيات. ثم قال توفير التحسينات، توفير تحسينات القيم والأخلاق، أي ما يحسن الشريعة من الفضائل والأخلاق. ومنها مثلا ستر العورة، هذا من الأمور اللي مرتبطة بالتحسينات. ثم جاءوا العلماء وقالوا هذه الأمور هذه اللي مرتبطة مقاصد الشريعة الإسلامية اللي هما ثلاثة ديال الأمور: كفالة الضروريات، حفظ الحاجيات، وتوفير التحسينات، كيمكن يكون تعارض بينها.
بمعنى تكون واحد الحاجه ضروريه وكتقابلها حاجه تحسينيه. باش غنضحيو؟ كنضحيو بالتحسيني مثلا باش نعطيها بصوره واضحه. واحد السيده حامله جاها الوجع ديال الولاده، هزيناها ديناها للسبيطار، عيطوا لنا على الطبيبه، عيطوا لنا على الطبيبه، ما كاينش كاين طبيب، والمراه بين الحياه والموت وغادي تولد وما كانش لي يولدها من غير ذاك الطبيب. هل تكشف عن جسدها ولا تكشف؟ تكشف حفاظا على حياتها، لان الحفاظ على على على, على حياتها هي وحياه ابنها امر ضروري، في حين ان سترها لجسدها امر تحسيني، تدخل في الفضائل وفي القيام التي يجب على المسلم وعلى المسلمين ان تتصف بها. المرأة تستر جسدها عورتها وجسدها كامل الا على زوجها. فهذه دينها السبيطار، تنقلبوا على طبيبه ما كايناش اللي غتولد وهي بين الحياه والموت. كاين شي واحد يقول لك لا سيدي، الراجل يقول لك لا لا، يقول لك لا مرتي ما تكشفش وهي مسكينه بين الحياه والموت. وكنعرفوا المرأة ملي كتولد رجل في الدنيا ورجل في الاخره كما تيقولوا، والا ربي سبحانه وتعالى ما كان يسلمها. ولكن الالام ديال المخد وما كاينش اللي يعاونها من غير ذاك الراجل. هنا كنضحيو بالتحسيني على حساب الضروري، حفاظا على حياتها وحفاظا على حياه جنينها. فاذا امر ضروري شنو هو؟ هو الحفاظ على الحياه، والامر التحسيني شنو هو؟ هو ستر الجسد. واذا تعرض امران ضروريان، حفظ الحياه مع حفظ الدين. أنا إذا كان الدفاع عن الدين، دفاعا عن الوطن ودفاعا عن البلاد، كان أعطيه الأولوية للدين. ولكن إذا كنا مثلا الشتاء يعني قوية والويدان وكذا شيء، خصني نخرج أنا نمشي نصلي في الجامع. لا ما تخرجش، كتصلي في دارك حفاظا على حياتك. فإذا تعارض أمران ضروريان نعطي الأولوية لأهمهما في تلك في 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 ديك الصورة. سنشوفوا الصورة كي دايرة، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الدين، الدفاع عن يعني الجندي كيضحي بحياته في سبيل دينه وبلاده. ولكن إذا تعارضت الحياة مع الدين وكانت هذيك الحياة ضرورية باش يستمر الدين، بحال الإنسان قاعد كياكل شي مطعم على برا شوية ويتوحلو وما كاين قدامه إلا واحد الكاس ديال الخمر في بلاد غربية، وبدا على سميتو ناخذ هذاك اللي حداه عطاه قال له تيشرب بمقدار ما يزيل الغصة. الحفاظ على الدين ما خصوش يشرب الخمر، ولكن الحفاظ على الحياة خصو يشرب باش يحيد ديك الغصه. لماذا؟ لان الحفاظ على الحياه يعني من مقاصد الشريعه الاسلاميه. فاذا تعارض امران ضروريان نعطي الاولويه لاهمهما. هذاك شرب الخمر يذهب العقل، ومن مقاصد الشريعه الحفاظ على العقل. ولكن في تلك اللحظه الحفاظ على الحياه، نحافظ على الحياه ديالو اولى من الحفاظ على عقله. فاذا تعارض امران ضروريان نعطي الاولويه لاهمهما. وإذا تعارض أمر ضروري وأمر حاجي نعطي الأولوية للأمر الضروري. شنو قلنا الأمر الضروري شنو هو؟ هو الحفاظ على المصالح الخمس. الحفاظ على الدين، الحفاظ على الروح، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل، الحفاظ على المال. إذا تعارض أمران ضروريان نعطي الأولوية لأهمهما. إذا تعارض الحفاظ على الدين مع الحفاظ على العقل على العقل نعطي الأولوية للدين. بدينا الكلام في هذا الموضوع ديال مقاصد الشريعه الاسلاميه، لان الاجتهاد يجب ان يكون ضمن هذه المقاصد، اي في اطارها وضمن روح الشريعه. قلنا ان المقاصد ديال الشريعه الاسلاميه هي ثلاثه: كفاله الضروريات وحفظ الحاجيات وتوفير التحسينات. كفاله الضروريات هي الامور الضروريه لحياه الانسان لا تتصور، وهي الحفاظ على المصالح الخمس: حفظ الدين وحفظ الروح
وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. جات الشريعة الإسلامية الحفاظ على هذه المصالح الخمس، وكاين مصالح، كاين مقاصد أخرى يمكن نتكلموا عليها من بعد، ومصالح أخرى يمكن نتكلموا عليها من بعد. ثم حفظ الحاجيات، المقصود بحفظ الحاجيات رفع المشقة عن الناس. حفظ الحاجيات أي ملي كيكون الإنسان قادر يدير واحد الحاجة كيديرها، ولكن هذاك الشيء اللي غادي يدير داك التكليف اللي غادي يدير سيكلفه يعني حياته أو صحته كتخفف، رفع المشقة، رفع المشقة عن الناس. وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية، بدليل يعني لا 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 لا. أن مثلا الإنسان ملي كيقول شي توضى كيتيمم، تيقول شي يصلي واقف كيصلي قاعد، ما قد شي صوم كيفطر حتى يبرى، ما قد شي صوم كاع مرة واحدة. قال له الطبيب أنت ما بقيتيش قد تصوم نهائيا، عندك مرض مزمن كيتحول الفدية. وهكذا، فإذا حفظ الحاجات ثم توفير التحسينات وهي متصلة بالقيم وبالأخلاق العامة التي يجب أن يخضع لها المجتمع، منها مثلا ستر العورة وستر الجسم والتحلي بالأخلاق الفاضلة. وقلنا إذا تعرض أمران ضروري وحاجي فنعطيه الأولوية الضروري، وإذا تعرض أمران حاجي وتحسيني نعطي الأولوية للحاجي، وإذا تعرض أمران ضروري وتحسيني نعطي الأولوية للتحسيني، وإذا تعرض أمران ضروريا نعطي الأولوية لأهمهما. طيب، هذه المقاصد ديال الشريعة الإسلامية اللي تكلموا عليها السادة العلماء ووضعوها وبينوها، هل هي وحدها هي لمقاصد؟ ما كاينش مقاصد أخرى؟ نعم، هناك مقاصد أخرى، من جملتها إقامة العدل. هذا مقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة العدل بمعناه العام. العدل من أولياء الأمور، لأن العدل أساس الملك. العدل من القضاء، لأن العدل من القضاء أساس ضمان الحقوق. العدل بين الأولاد، لأن العدل بين الأولاد هو أساس المحبة بينتهم. ولكن مزوج الإنسان أكثر من امرأة، العدل بين الزوجات، وذاك العدل اللي مقدور عليه اللي هو العدل في الأكل وفي يعني في النفقة وفي المبيت. أما في الميل القلبي هذيك كي تحكم فيه الله سبحانه وتعالى. العدل بين التلاميذ بالنسبة للأستاذ، العدل بين الطلبة بالنسبة للأستاذ، العدل يعني مع الموظفين بالنسبة للمدير ديال الموظفين والرئيس ديالهم. فالعدل قيمة كبيرة كبيرة ومقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، بدليل قوله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وبدليل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الكرامة الإنسانية، هذا أمر مهم جدا. ما جاءت الشريعة الإسلامية بكل كلياتها وبكل الأمور التي تحدثت عنها في القرآن الكريم وفي السنة إلا لتحقيق الكرامة الإنسانية، لأن سيد ربي سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. فتحقيق الكرامة الإنسانية من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهناك تفاصيل جزئية في هذه القضية، هذه من مقاصد الشريعة الإسلامية الجزئية، أن يعني جميع المسلمين خصهم يتعلموا. التعليم هو يعني جاءت الشريعة الإسلامية لتضمنه للناس جميعا، للمسلمين جميعا. أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآية لم تنزل عبثا هكذا، ونزلت على رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فمن مقاصد هذا الدين، من مقاصد شريعة هذا الدين، من مقاصد توجيه الرباني في القرآن الكريم،
للمؤمنين والمؤمنات يعني أن يعم التعليم هذه الأمة بجميع أفرادها رجالها ونسائها. ولا تتصور كرامة الإنسانية إلا إذا كان هذا الإنسان متعلما أو معلما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس اثنان عالم ومتعلم. ثم من مقاصد الشريعة الإسلامية أيضا تحقيق المساواة، هذا مقصد كبير جدا إذا كان مقصد العدل، يعني واحد غاية كبيرة 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 جدا تقوم عليها دولة الإسلام وأمة الإسلام ونظام الحكم في الإسلام، سواء على مستوى يعني الأمراء المؤمنين أو على مستوى القضاة الذين هم نواب عن أمير المؤمنين في تنفيذ العدالة وفي تحقيق العدالة، أو يعني على مستوى الحقوق والواجبات المدنية لكل المواطنين بل ولكل المقيمين. فالأمر كاين مرتبط أيضا بالمساواة، لأنه ما كنتصوروش العدالة بدون المساواة، ما كنتصوروهاش. كاين اللي كيطالب بالعدالة وكينسى المساواة، وكاين اللي كيطالب بالمساواة وكينسى العدالة، هما مترابطان. والدين ديالنا مبني على هذا الأمر، كاين المساواة وكاين العدل، وهما لا ينفصلان بتاتا. فلا يتصور العدالة بدون مساواة، ولا يتصور المساواة بدون عدل. الناس أمام القضاء متساوون، الناس أمام الأحكام الشرعية متساوون، رجال ونساء. إنما النساء شقائق الرجال في كل شيء، وخصوصا في الأحكام التي تضمن حقوقهم. فإذا من مقاصد الشريعة المساواة. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل للعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وغدا نقف كلنا أمام الله تبارك وتعالى متساوون في بشريتنا في إنسانيتنا، ثم يبدأ الحساب. فهذا الأمر ديال المساواة شيء مهم جدا، لأنه لما تكون هذه المساواة يتحقق بها ذلك العدل، المساواة بين أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء في التعليم، المساواة بين الفقراء والمساكين في الحقوق والواجبات، المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق. هذا من أصول الدين عندنا. بعض الناس كيبداو يتسالوا تيقول لك مثلا في الموارد كاين المساواة، كاين المساواة. لماذا؟ لأن هذيك المرأة النفقة على والدها وعلى زوجها وتأخذ الصداق، في حين أن الرجل هو الذي ينفق، لا تجب عليه نفقة ويعطي صداق. وهذا الموضوع غادي نتكلموا فيه إن شاء الله، ديال الموارث غادي يوقفوا عنده يعني بتفاصيله وبزياته. سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.